للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك دكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، أصدرتم بيانا اليوم ثمنتم فيه ثبات الأحوازيين ضد سياسات النظام الإيراني، وحملتم النظام في طهران ما يعيشه الأحوازيون من أزمة بسبب الفيضانات. كيف ترون دور إيران في أزمة الأحوازيين، في أزمة يعني تحديدا في ظل أزمة الفيضانات التي يعيشها أهل الأحواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، الأخوان في أحواز يعانون من زمان كثير، وهذه سياسة النظام الإيراني ليست وليدة اليوم أو وليدة اللحظة، ولكن هذه سياسة ممنهجة منذ احتلال الأحواز. نعم دكتور، تفضل نسمعك. نعم دكتور، النظام الإيراني أشد الممارسات القمعية والتعسفية بشأن المواطنين في الأحواز، من إهمال في التربية والتعليم والمدارس وتعليم اللغة العربية وغيرها والخدمات. هذه المناطق معاناتها كبيرة جدا. جاءت هذه الأزمة، أزمة السيول والفيضانات، فازدادت الكارثة الإنسانية على مناطق الأحواز. أولا، نتيجة عدم اهتمام النظام الإيراني بهذه المناطق. ثالثا، عدم توفير المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية لإغاثة هؤلاء أصحاب المناطق. هذه السياسة تهدف إلى تهجير أهالي هذه المناطق وعملية تغيير ديموغرافي حتى في داخل الأحواز، لأن الأحواز تمثل المنطقة التي فيها أكبر إنتاج نفطي الذي تصدره إيران، فبالتالي هي تسرق ثرواتهم ولا تعطيهم شيء من هذه الثروات، بل على العكس من ذلك تمارس عليهم سياسة الظلم والتعسفي والقهري. ما مصلحتهم من يعني انتهاج هذه الممارسات في القمع والإهمال الذي وصفتموه بأنه إهمال متعمد؟ ما مصلحة النظام الإيراني في تعمد هذا الإهمال، إهمال قرى ومدن الأحوازيين، في حين أن هذه الأراضي يعني نفطية وغنية بالموارد الطبيعية؟ هو هذا الهدف الأساسي، من أجل إفراغها من أهاليها الأصليين، لأن حقيقة لا زال أهل الأحواز يشعرون بانتمائهم لأمتهم وانتمائهم لتاريخهم. يعني الأحوازين يعرفون بأن هذا الجزء قد اقتطع من الأمة وألصق بإيران بعد احتلال الشاه إلى منطقة الأحواز، فبالتالي من أجل إخماد هذه الثورة، من أجل ممارسة الكبت عليهم، تحاول إيران بشتى الطرق ممارسة الضغوط، أما للتهجير وأما بالاعتقال وأما بغيره، وكل أنواع الظلم مورست على أبنائنا في الأحواز. يعيش الأحوازيون دكتور يعني أزمة كبيرة بسبب الفيضانات الحالية، لكن الأزمة الأكبر ربما في تلك الانتهاكات التي يمارسها عليهم النظام الإيراني في طهران. كيف تنظر أو كيف تصف صمود الأحوازيين أمام تلك الانتهاكات؟ أخي الكريم، في الحقيقة صمود كبير وصمود أسطوري. الكل يرى عبر الان عبر محطات التلفزه وعبر الشاشات، والنظام الايراني لا يكتم ما يمارسه تجاه اهلنا في الاحواز. يعني الكثير من الصور الشنق بالرافعات الشوكيه وبالشفلات وبغيرها امام انظار الناس وفي الاسواق. هذه الاعمال التي تمارسها سلطه ايران على اخواننا في الاحواز، لو كانت في اي منطقه في العالم لاقيمت الدنا ولم تقعد، ولكن لكون ايران حليف استراتيجي الى امريكا، هي تسكت على الظلم الذي يمارس على اخواننا في الاحواز وعلى انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس على اخواننا في الاحواز. البيان يعني اكد على ان الخبراء الايرانيين اعترفوا ان الكارثه هي نتيجه لسوء اداره المياه والتحويل المتعمد لمجاري المياه. إلى أي مدى دكتور يحيى الطائي تؤثر هذه السياسة في إدارة المياه داخل إيران؟ إلى أي مدى تؤثر على العراق؟ بالتأكيد أخي، تأثيراتها كثيرة. يعني إحنا الكل يعلم، عندما قطعوا بعض الروافد التي كانت تدخل إلى العراق، كانوا في ذلك الوقت يسببون أزمة في المياه لمناطق جنوب العراق في العمارة وفي البصرة وفي باقي المناطق. لكن الآن بعد أن أصبحوا في وضع يريدون التخلص من هذا الفائض الذي لا قابلية لهم على استثماره، سوف أيضا يؤثرون على مناطق جنوب العراق. أيضا هذه ممكن أن تنسحب هذه الكارثة على المناطق التي روافدها تنبع من إيران باتجاه الحدود العراقية،
سواء في مدينة العمارة أو في مدينة البصرة أو في باقي المناطق المحادية للحدود الإيرانية. الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.